للمرة الثالثة على التوالي استضافت مدينتي إحدى مدن مجموعة طلعت مصطفى بالتعاون مع شركة تراي فاكتوري فعاليات مدينتي هاف ماراثون وفقاً لمعايير احترافية بمشاركة ما يقرب من 1500 متسابق، وذلك تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة. السنة الثالثة للماراثون تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة واتحاد ألعاب القوة وبرعاية مجموعة طلعت مصطفى. طبعا قدرنا نطور في السباق ونزود عدد المشاركين فيه السنة دي، حوالي 2000 مشارك في 4 مسافات جري مختلفة بالإضافة لمسافة السكيتنج. مدينتي طبعا مكان أكتر من هايل للجري، لأن فيه خضرة حلوة قوي ناس بتجري فيها والشوارع نظيفة ومتسفلتة، فالجارية بتدي اكسبيرينس او بتدي تجربه للمتسابق حلوه قوي. اهتمام كبير من مختلف الفئات العمريه من الاطفال والكبار للمشاركه والاستمتاع بهذا الماراثون الذي يشمل 4 مسافات لسباقات الجري، وهم سباق 5 كيلو وال10 كيلو وال21 كيلو، والاضافه الجديده هي سباق 3 كيلو. الماراثون ده جميل قوي، بقاله 3 سنين. انا شايفه ان هو يعني مهم جدا لتشجيع الرياضه في الشباب والكبار والمسنين. اتمنى الناس كلها تشارك في الرياضه وانك تجري الصبح بدري، 30 دقيقه بس بتفرق في يومك وبتفرق في حياتك وبتفرق في شغلك. حاجه بتبقى في منتهى الروعه. دي 3 سنة انا جريت 10 كيلو وان شاء الله كان نفسي الماراثون ده الهاف ماراثون ده اجري 21، بس للاسف يعني ما توفقتش في التمرين، فان شاء الله اعوض السنه الجايه. جريت 10 كيلو. الماراثون حلو قوي. انا دايما بشارك في ايفنتات التراي فاكتوري او كايرو رانرز او يعني اي حد من الكيانات اللي بتنظم سباقات زي دي. اهتمام كبير توليه مجموعه طلعت مصطفى لملف الرياضه باعتبارها احد العناصر المهمه في تحقيق التنميه المستدامه لتشجيع مختلف الاعمار على ممارسه الرياضه وسط اجواء الطبيعه، حيث خصصت المجموعة مسارات للسباق داخل شوارع مدينتي التي يحيطها مسطحات خضراء شاسعة.